تواصل وزارة الخارجية عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2024 بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين. وفي اليوم الثالث لفعاليات الملتقى استعرض المتحدثون جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والإنجازات المتتالية في هذا الشأن. موضوعات متنوعة ونقاط جوهرية سلطت الضوء على جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون من خلال المحاضرات التي تم تقديمها خلال الجلسة بأن مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال. تم استعراض اليوم الحقيقة عدد من المشاريع اللي تم تنفيذها في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال ما تم إحرازه في العام 22 23 وما مقبلين نحن عليه في هذه السنة. الحقيقة كلها تعطينا مؤشرات حقيقية وأثر ملموس الحقيقة بتطور واقع وأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأصبحت هذه الخطة الوطنية الحقيقة تمثل رافعة مهمة الحقيقة، لأن هي وصلتنا ودلتنا الحقيقة على أكثر المواضيع أولوية وحاجة للتركيز عليها، أو تطوير مؤسسي أو بناء قدرات للأفراد، أو أيضا النظر في بعض التشريعات. جلستنا اليوم كانت عن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، هذا الملف اللي نفخر فيه بشكل كبير واللي هو جزء رئيسي من سياستنا الخارجية. طبعا العديد من المنجزات صعب أن احنا نحصرها مع النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الله يحفظه، ولكن ركزنا اليوم على نتكلم عن إنفاذ القانون والمنجزات التي تم القيام بها، مثل السجون المفتوحة، العقوبات البديلة، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، هذه المبادرات أو الآليات الفريدة في المنطقة والسباقة التي تضمن حقوق الإنسان الرئيسية. وانتقلت الجلسات النقاشية التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي لتسليط الضوء على تمييز منظومة العمل في مجال التظلمات، والتي كانت مملكة البحرين سباقة في هذا الشأن على كافة الصعد. فخورين بأن الأمانة العامة للتظلمات هي الأولى من نوعها سواء على مستوى الخليج العربي أو على مستوى الشرق الأوسط، فهي الفريدة من ناحية التخصص النوعي، وللبحرين كان الريادة في مثل إنشاء مثل هذه المنظومة التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام. طبعا كنت سعيدة جدا بمشاركة الإنجازات اللي حققتها الأمانة العامة للتظلمات، واللي ساهمت مثل ما قلت في تطوير موضوع حقوق الإنسان، وطبعا الحصول أو اكتساب ثقة الجمهور بشكل العام، وحثهم على تقديم شكاوى وطلبات المساعدة للأمانة العامة للتظلمات، بالإضافة طبعا إلى التوصيات اللي تقدمت فيها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واللي أسهمت بشكل كبير في تطوير البيئة بشكل عام. وأوضح المتحدثون خلال الجلسات الثلاث إلى أن إنجازات مملكة البحرين المتحققة في مجال التظلمات وحقوق الإنسان تأتي تحقيقاً للرؤية الملكية السامية التي تعلي من قيم حقوق الإنسان وتؤكد على مبادئ العدالة وسيادة القانون. في هذا الملتقى السنوي سلط المتحدثون الضوء على جهود مملكة البحرين البارزة في مجال حفظ وصون حقوق الإنسان، خصوصاً وأن مملكة البحرين تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً على مختلف الصعد. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.